تأملنا في هذه الفرصة بداية عدد 26 من إنجيل لوقا أصحاح 17، وكما كان في أيام نوح، زي ما كان في أيام نوح. وحناخد هذا التشبيه في ثلاث تشبيهات، ثلاث أمور، وناخد موضوع نوح أنه بيدينا التعليم المثلث ده. في أيام نوح بيقول هنا المسيح كانوا يأكلون ويشربون ويزوجون ويتزوجون إلى اليوم الذي فيه دخل نوح الفلك وجاء الطوفان وأهلك الجميع. أيام نوح كل شوية نسمع عن وليمة، أكل، شرب، حفلة، كل شوية نسمع عن ما يسمى فرح، زواج، ويجمعوا الناس يروحوا. بعض الحفلات بيحضرها مئات، بعض الحفلات أكثر مئات. ما فيش إلا رجل غلبان ده، هو قاعد هو وعيلته بس، في شغلهم هو وعيلته بس، عادي بيبنوا فلك. وزي ما شفنا المرة اللي فاتت وقرينا، فلك كان بناء غريب، مش يعني غريب جدا جدا، يعني مؤلم. فلك ملوش سطح يقف عليه، مقفول من فوق. منظر فلك يعني يفزع، منظره اسود من بره وكمان اسود من جوه، بالقار من جوه ومن بره. في كم فتحة الفلك؟ هما ثلاثة. ايه الثلاثة دول؟ في اتنين مشهورين منهم اللي هما ايه؟ طاقة. طاقة، طاقة يعني ايه؟ طاقة. والباب، الفتحة التالتة اللي فيه غطا من فوق، عشان كده نوح طلع في الآخر شاد الغطا وشاف الأرض نشفت. فثلاث فتحات بس في الفلك. ونوح وعيلته مصرين إنه هيجي طوفان هيهلك البشر، وان الطريق الوحيد للنجاة الدخول في وسط التابوت ده الاسود ده. نجاة ايه دي؟ برا الفلك الهواء شكله ايه؟ هواء زي ما انت عايز، بكامل هواء، هواء زي ما انت عايز. بره الفلك ميه، ماء، اشرب زي ما انت عايز. بره الفلك جناين، مزارع، بقول، اشجار ليها ثمر. بره الفلك عمارات، عمارات طبعا فوقتها يعني عبارة عن حاجات دور كده، سكن.
بره الفلك فيه امور كثيره جدا، جوه الفلك فيه ايه؟ طب الهواء يجي من فين جوه الفلك؟ من السباك ده، الطاقه دي. لما بيقول هيجي طوفان يبقى الطاقه تقفل، يجي من فين الهواء؟ هيجي من الباب ده؟ طب اذا كان بيقول فيه طوفان يبقى الباب هيتقفل، يجي من فين الهواء؟ طيب احنا لما ناكل هنروح ندوس الميه فين؟ عندنا احنا بيعملوا حاجة اسمها لاترين من زمان، قديم الزمان لغاية قريب كان في السودان، بيحفروا حفرة في الأرض يبقى في دورة مية. طب ده حفرة فين؟ راجل مش عاقل أبدا ومصر إن لازم ندخل الفلك، نعمل إيه في الفلك؟ عشان نخلص، نخلص من إيه؟ من الغضب. ده الغضب ندخل. أول تشبيه في فلك نوح إنه نقلة من الطريق الرحب إلى الطريق الضيق، نقلة من الباب الواسع إلى الباب الضيق، ومن الطريق الرحب إلى طريق الكرب، نقلة. ادخلوا من الباب، دعوة للدخول من الباب. برا الباب عندك الرحب شديد جدا، الهواء والماء والوجه الحسن والخضرة والتجارة والمشاريع والدنيا والزحمة والعزومات والجوازات والحفلات، كل شيء داخل الفلك العبادة، تتعبد للمسيح، الاتكال الكامل على الرب، تتخلى عن كل ما في هذا العالم من فساد وتأتي إلى القداسة في طاعة إرادة الرب. ما أضيق الباب وأقرب الطريق المؤدي إلى الحياة. هتتنفس إزاي؟ ملهاش إجابة. يعني إيه ملهاش إجابة؟ طب أمال عايشين إزاي هناك؟ ما تسألش. لو تتأمل في الكائنات اللي عاشة في الفلك، كونها موجودة في الفلك هذه معجزة لا تقل عن معجزة وجود يونان في قلب الحوت. كل كائنات العالم موجودة في هذا الفلك، عايشين ازاي؟ ما تسألش. ويونان كان عايش ازاي بمن الحوت؟ يا احبائي، معرفة الرب تحتاج لإنسان يسلم نفسه تماما لله ويثق فيه أنه الآن في يد النعمة الإلهية، في يد القدرة الإلهية، لا تخف، تعال الرب. مفيش حد جه للرب وندم من أول التاريخ للنهاردة، واللي قاعد بره فاكر نفسه حكيم في عين نفسه، قعد في الواسع، قعد في الطريق الواسع، في الباب الواسع
وطريق الرحب. لكن هيجي يوم وسيجد نفسه في الهوية. فالكنوع عبارة عن نقلة من الباب الضيق، من الباب الرحب إلى الباب الضيق، متأسف، نقلة من الطريق الواسع للطريق الضيق، طريق الكرب. لابد أن تحدث هذه النقلة في حياتك. كيف تحدث؟ تحدث حينما تعترف بخطاياك، حينما تعترف باحتياجك، لما تدخل الباب، تدخل الباب، أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فأخلص. أدخل جوه، تعال جوه، تعال جوه. أهم حدث في حياة الإنسان دخلت ولا ما دخلتش، أهم حدث. إن لم تدخل أنت هالك مهما كنت. حاول تشبيه فلك نوح هو نقلة من الباب الواسع والطريق الرحب للباب الضيق والطريق الكرب، تدخل الفلك. تشبيه تاني، فلك نوح هو نقلة للمؤمنين من الأرض للسماء. إيه السماء دي؟ الفلك استقر فين؟ استقر فين الفلك؟ فوق جبال أرارات. جبال أرارات دي في ذلك الوقت أعلى جبال في العالم، جبال أرارات. كان يطلعها نوح ازاي؟ جبال الأرض دي مستحيل يطلعها ازاي، ورحلة بيطلعها. طلعها ازاي؟ جاب سلم. لما جاب السلم جابوا له تلفريك، ما فيش تلفريك. جابوا له سلك طلعه فوق، باراشوت، جابوا له طيارة. لا، ما العمل ايه؟ دخل الفلك بس. تفتكروا نوح وعياله قعدوا في الفلك كم يوم؟ عارفين طبعا، سنة وعشر ايام. شفت الكروز قد ايه؟ دخل يوم 17/2، طلع يوم 27/2 السنة اللي بعديها، ده بالتواريخ، سنة وعشرة أيام، يعني 375 يوم كروز في الصندوق الأسود الفلك. وهم داخلين الفلك الحقيقة ربنا ما اتفقش معاه، انفير يعني، حطوا فلك وساووا. ايه رايك، ينفع الكلام ده؟ عندنا كروز ملوش حدود، ينتهي امتى ما نعرفش، وفين؟ في صندوق اسود. مين يركب الصندوق ده؟ ولا حد، ولا حد. بعدين ركبوا الصندوق دهوت، في طاقة واحدة مقفولة، 40 يوم قنابل، الفلك المية كانت جاية من فين؟ ها؟ من فوق ومن تحت، من تحت الأول كمان، المية من تحت الأول، اللي هو زي إيه؟ تسونامي. ينابيع الغمر العظيم الأول انفجرت من تحت،
يعني الناس لقوا الماء جاي من حيث لا يدرون. وبعدين يقول لك شبابيك السماء اتفتحت، يعني الفلك فيه شباك واللي اتفتح في السماء ايه؟ شبابيك. ما فيش شباك اتقفل في السماء، كله اتفتح. 40 يوم قنابل على الفلك، ايه احساسهم؟ ونازل ميه من فوق وميه من تحت، فورانات من تحت، فورانات فورانات، ومن فوق خبطات 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 خبطات. 40 يوم، لدرجه انها قعدت 150 يوم ما نزلتش. 150 يوم ده كام شهر؟ 5 أشهر. 5 أشهر ما نزلتش. وبيقول لك وذكر الله نوح بعد 5 أشهر فأرسل الريح ابتدت تهدى، هديت، استقر الفلك على جبال أرارات. بعدين في الشهر العاشر تاني يدوبك ظهرت رؤوس الجبال، رحلة. وجوه الفلك فيه ايه؟ الفيل بياكل. تخزنيش وبيكرع. والاسد بياكل وبيكرع. كله فرحان بياكل. ما ياكلش ليه؟ سيدك غني. طب اللي هكذا يروح فين؟ ما اعرفش يروح فين. طب ياخدوا حاجتهم ازاي؟ ما اعرفش، ما تسالش. لكن ما كانتش فترة مريحة. صحيح اللي في المساكن العروية استريح أكتر من الوسطانية، أهو على الأقل جنب الشباك المقفول، والوسطانية أهو يعني تحتانية، ده مع الحيوانات بقى الكبيرة دي. لكن كله هو ده. امتى الرحله تخلص؟ ايه ده؟ وهتاري ايه؟ الفلك بيعلى 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 وبيعوم. تعبانين لكن كانوا قلقانين؟ لا، حاجه عجيبه مش كده؟ واحد تعبان لكن مش قلقان، سمعتوا عنها دي؟ ما فيش مؤمن ما اختبرهاش صدقني. بولس الرسول في كروز برضو كان مسجون، يعني ودي روما في سكة روما، اتكسرت بيه السفينة غصب عنه، وقال لهم ما تسافروش، سافروا، اتكسرت السفينة. يقول لك سلمنا فصرنا نحمل. بعد قال لهم انذركم ان تصروا. ايه ده تنذرنا؟ ايوه خلاص. ملاك الله وقف يقول لي فيها فرج، وجي الفرج. وقعدوا بقى سنه وعشر ايام. قبليها يمكن اكثر من شهرين ثالث البوادر فتح الكوة، أول مرة فتح العز ده، اتفتحت الكوة خلاص. لا مش خلاص، ده بعد ما اتفتحت بشهور نزلوا. أرسل إيه؟
الغراب ما رجعلوش، رجع يقف على فلكم برا، ما ترجع تقول لي حاجة يا عم، أنا الغراب. ورجع بروح أرسل الحمامة، جات ما فيش مكان، خذ الرسالة كويس. استنى أسبوع أرسلها تاني، جبت له إيه؟ غصن زيتون. طب دي مش معجزة؟ إيه رأيك في غصن زيتون؟ طلع زيادة. طب مش كله غرق؟ دي المية كانت فوق جبال أرارات بخمستاشر ذراع. الشجرة دي كانت فين؟ دي الفيلة ماتوا، الجمال ماتت، الغزلان ماتت، الشجرة ما ماتتش ليه؟ ما تسألش. نزل نوح لقى شجر، لقى ثمر، ازاي ما نعرفش؟ ما نزل يعني حاجة أكل من فين؟ لقى أكل عنده، كلوا. شجر الزيتون قال ورقة منها. يا ده اللي يمشي معاك يا ربنا يا ما يلاقي، يا ما يلاقي. صحيح في العالم سيكون لنا ضيق، لكن أنت قد غلبت العالم. لما يجي وقت الفرج يا ابو ما تعرفش فريق لك من فين ولا من فين ولا من فين ولا من فين. فرج رهيب، فرج رهيب. ليه؟ القوات فتحت ورحت الحمامة وجابت الخبر. لك المجد يا رب، لك المجد يا رب. خليك تقفز من الفرح، تقفز من الفرح. وبعدين نزلوا لما ربنا أمره بالنزول بعد ما نشفت الأرض بشهر وشوية، قال له خلاص دلوقتي يفت، خلاص خلاص انزل. نزل روح قال له يا سلام، حتة رحلة. ايه ده؟ أول حاجة عملها نوح إيه؟ خد من كل البهائم الطاهرة والطيور الطاهرة كلها. عارف قدم كم ذبيحة ده؟ ولا سليمان في عهده قدم ذبيحة للرب. وجات الكلمة اللذيذة دي، وتنسم الرب رائحة الرضا. ما نساكش ترضي ربنا؟ ارضي، اقبل اختباراته وهو بيطلعك من تحت لفوق، فوق الجبال. قل شكرا شكرا شكرا. ملاك الشيطان يلطمني، شكرا، لأن قوتي في الضعف تكمل. شكرا يا سيد، شكرا يا سيد، شكرا. وتجد نفسك فوق جبال أرارات. آخر حاجة اللي هي أساسا قصتها المسيح، احنا أشرنا ليها قبل كده لكن نختم بيها. وكما كان في أيام نوح كذلك يكون أيضا في أيام ابن الإنسان. كانوا يأكلون ويشربون ويزوجون ويتزوجون إلى اليوم الذي فيه دخل نوح الفلك وجاء الطوفان وأهلك الجميع. يا أحبائي، فلك نوح إشارة للنقلة من العالم إلى الأبدية.
هذا لابد أن يحدث، لابد أن يحدث. المسيح بيناديك بيحبك، تعال خد الضمان، تعال خليك من أهل اليمين، تعال خليك بنيامين ابن اليد اليمين، تعال خليك ابني، اتلذذ بي، افرح بي، افرح بيك. اليوم حصل خلاص لهذا البيت. الدنيا غرارة وكذابة وتغر وتخدع وتقتل وتميت كما كان في أيام نوح. ولله كل المجد الأبد. آمين.